السلام عليكم الاخوان الاخوات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم ونخدم معكم اليوم هذا الفوال، التوب ديال الفوال، هذا التوب الشفاف والخفيف كما كتشوفوا. هنايا غادي نحتاجوا الرشمه ديالنا اللي هي هذه. انا هنا خديت رشمه شويه كبيره، هنايا هنايا عندنا هاد المرمه هادي، ها هي كما كتشوفوا. انا هادي عندي فيها طويلات، عندي فيها مترو، يعني هنايا هاد المرمه هادي كتصوب عند النجار، وكتاخذوا هاد ليسباس هذا اللي كديروا تيكون كله مقاد، وهادو تما تيكونوا كلهم مقادين، وتيكونوا ربعه ديال الطراف، يعني كيكونوا ربعه كلهم مقادين. انا راه كاينين الاخوات اللي عندهم هاد المرمات هادو، كاين الاخوات اللي ما كيعرفوهاش، فراه هادي هاد المرمه هادي هي راه خاصه كدار يعني في لاصوا وكدار حتى بالنسبه للحكه، بالنسبه للفوال، وهذا تنخدم بها حتى الفوال. وكاين هادو ربعه، ها هما كما كتشوفوا، ها هما هنايا، ها هي الاخرى، وهنايا عندي هاد جوج اخرين، ها هما. يعني ضروري غنحتاجو ربعه. وهنايا راه كاين اللي كيقدر مثلا يصاوب جوجات وحده تكون اقل من هاد العبار، وحده كتكون يعني شويه كبيره، باش الانسان اللي كان بغى يدير فشي طرف يكون كبير، راه عنده الكبيره، بغى يطرف غير صغير ورشي حاجه صغيره، راه ممكن الواحد يدير غير شي طرف تيكون صغير. هنايا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد هما راه نفس العبار وكلهم بحال بحال. غنجي هادي غادي نحطها هنا على قد الرشمه، انا هادي دخلت هنا شويه يعني حتى لحد في القد، يعني ما خليتش هذا بلاص هكا من هنايا، هادي حتى هي غنجيبها قد قد على قد الرشمه. وحتى بالنسبه لهنايا وناخد هادي غادي نحطها هنا، يعني غادي ندخلها في وسط من هاد هادو. ندخلها في وسط من هنا، انتما كما كتشوفوا هاي، يعني خديت العبار اللي انا محتاجاه. هادو راه كيكونوا شويه مزيرين باش يجيو هكا يدخلوا، ما يبقاوش المشكل انه باش تبقى تحل ولا شي حاجه، يعني كيكونوا هكا مشدودين فيها مزيان، حيت الا كانوا شويه مرخوفين راه كتبقى تلعب. هنايا غادي ناخذ الفوال ديالي غادي نسرحو، هنا انا غادي ناخذ بينيز، هنا هو راه كاين البينيز خاص ديال هادو، انا غادي ناخذ غير البينيز العادي، حيت الاخر دغيا كيتهرس، هذا شويه صحيح. خديت هاد البينيز هذا، انا غادي نشد هاد الجهه هادي، نضغط عليهم واحد شويه باش يدخلوا، واخا شويه قاصحين شويه مع العود. هنا
دابا غادي ندوز لهاد الجهه، غادي نجبدها مزيان هكذا، نجبدها يعني هكا باش تكون مجبده ليا مزيان هكا. ناخذ دائما من الوسط انا غادي نجبدها من هنا حتى نكملها، من بعد غادي ندير هاد البلاصه هادي حتى هي، ومن بعد غنجبد هاد الجهه اللي من هنا حتى هي، غادي نجبدها مزيان ونرجع لكم. هنايا بعد ما تثبتو مزيان هنا كما كتشوفوا ها هو كله مثبته، يعني تثبت لهاد الثوب هذا مزيان. دابا غادي نقطعو، غادي نقطع غادي نخلي غير هاد البلاصه اللي انا محتاجه، حيت انا عندي غرض غير بهاد الوسط هنا مقعد بيه غرض. دابا غادي نقطع هذا ومن بعد نرجع يعني نخدم معكم الطريقه كيفاش. انا دابا من بعد ما قطعتو يعني حيت مقعد كيما قلت لكم ندير، غنشدو غنقلبو، غنتحك فيه مزيان وغنشدو غنقلبو بهذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوز نرشم هذا الرشمه، قلبتو علاش باش تجيني ساهله في الرشمه، حيت دابا هذا الثوب كيبقى مباشره هكا يعني لاصق مع الرشمه، اما الا خليته بحال يعني كما كان ما غاديش يجيني هكا مزيان. دابا غادي ناخذ قلم وغادي نرشمه مزيان، نحاول نضغط على الرشيم باش يبان ليا، ودائما نتحكم هكا شويه بصبعي حيت هذا شويه واخا هكاك راه كيبقى تيزلق. واحد يرشم غير بشويه هكا باش يقدر يتحكم فيه مزيان، دائما نستعن شويه بالصباح حيت مع ذلك راه كيبقى شويه تيزلق. ونورك شويه على الرشيم حيت راه ملي غادي نقلبو يعني ما غاديش يبان مزيان الا ما طرسيتوش مزيان. ديما القلم يكون مشويه منجور مزيان، حيت الا ما تحكمناش فيه شويه تبصبعنا كيبدا يهرب، فملي كيبدا يهرب كتقدر الرشمه تخربق. واخا مزير كيبقى يزلق. المهم انا غادي نكملو كله في الرشمه ومن بعد نرجع لكم. هنايا انا هنا من بعد ما كملتو بالرشيم، انا هنا كملتو بالستيلو، ولكن نتوما ما تديروش بالستيلو، انا حيت خصني نسهر بيه مع الفيديو هذا، ما يعني خصني نسهر بيه شويه. ما نتوما ضروري يعني اللي بغات ديرو تخدمو غير بشويه وديرو بالقلم الرصاص. دابا غادي نقلبو، هيا غادي نقلب الرشمه حتى هي باش يبقى عندي هاد الوجه هنا باش نخدم باش يبقى باين ليا هكا مزيان. المهم هنا ضروري نديرو شي حاجه هكا بيضه من تحت باش تبان لينا. دابا الرشمه ديالنا ها هي من هنايا، يعني هذا باش مزيان انه واخا كنرشم من تحت ولكن راه جات باينه. المهم دابا غادي نخدمو، المهم غادي نخدمو هنا هذا بالفاشيون هذا. انا غادي ناخذ هنا الارجنتين، ثم المهم راه ديروا اللون اللي بغيتو.
نرغي بشويه باش ما نحاولوش نتكيو هكا هنا بزاف. الناس نخدمه شويه ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق ثاني بزاف، حيت الا كان رقيق غادي يعذبنا شويه في البون كادو. هنا كنحاولوا نخدموا غير بشويه باش من يعني باش ما يخسرش لينا. ايوا فرشم خاصو يترشم مقاد لانه حيت باش الا قلنا بلا باش نحاولو نتبعو نفس الرشمه ما نخرجوش عليها. ديما نخدموا هادو الصغار هنا مدخلين هما الاولين، حيت الا خدمنا هاد هنايا هاد الجهه هادي ملي بغاو نخدموا هنا نقدروا نحطوا يدينا عليها. فقبل ما نخدموا هاد الجناب هادو نخدموا الوسط هو الاول. البنات انا غادي نحبس عند هنا لانه غايبه ليا لان الفيديو غيجي طويل بزاف ومني باقي مازال عندي فيه الخدمه. ان شاء الله يعني غادي يكون فيديو اخر، يعني غتكون التتمه ديالو في فيديو اخر ان شاء الله. يو دابا غادي نقول لكم يعني كنشكركم بعدا بزاف لجميع هذا المتتبعين ديال هذه القناه هذه.
كنشكركم بزاف 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 بزاف، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، وتنقول لكم السلام عليكم. التتمه ديال هذا الفيديو ان شاء الله من دابا لواحد تقريبا يومين ولا 3 ايام ان شاء الله غادي ننزل الفيديو، يعني باش نكمل لكم هذا الفيديو هذا، يعني هاد الخدمه ديال هاد الفوار.